مشاهدي ومتتبعي موقع عبر براس، اهلا بكم في هذا الفيديو اللي تنوثقوا لكم من زاويه بنيفو. هذه هي الاجواء ديال احد الاضرحه هنا ببنيفو، زاويه بنيفو اللي في هذه الاثناء كتعرف واحد الموسم ديال التبوريده، وكذلك عدد كبير من الزوار منهم ابناء المنطقه ومنهم كذلك زوار اللي جاءت بهم الظروف من اجل الاكتشاف او حب الاستطلاع. إذن هذه هي الأجواء والطقوس اللي كتقام هنا بالولي الصالح سيدي عبد العزيز بن يفو، زيارات وكذلك إهداءات منها السكر الإخوان اللي كتعرفوا بالقالب بين قوسين، وكذلك الشماع. فانتوما لكم الرأي في هذه الطقوس التي تقام هنا بهذا الولي الصالح.